كذا، من نهار الاول الخدمه ديال الممارسه ديالهم في القطاع الخاص غير قانونيه، عفوها. فيما يخص الاساتذه الباحثين ديال الكليه الطب وكليه الصيدله، هاد الناس كان واحد القانون 1094 وخاصه الماده 57 كتخيل لهم يخدموا جوج ديال لي دومي جورني في المصحات الخاصه الشيء. ولكن هذا القانون سلام 2001، اليوم الحكومة أخذت قرار لا رجعة فيه، قرار سياسي باش تقطع مع الماضي. شنو هو هذا القرار؟ أولا الفوضى تحبس، نرجعوا للشرعية ونرجعوا لتطبيق القانون، والوزارة ديال الصحة غادي تدير تفتيشيات وغادي تاخذ تدابير لازمة. النقطة الثانية ديال القرار ديال الحكومة السياسي هو احنا ماشي سدينا وقلنا صافي كل واحد، لا بالعكس، احنا غنحلوا باستعجال حوار مع جميع المهنيين، مع الهيئة الوطنية للأطباء، مع المصحات الخاصة. تتذكرون قضية التحرش الجنسي واغتصاب أطفال بمراكش التي اهتز لها الرأي العام المراكشي قبل سنة تقريبا، والمتهم فيها مواطن فرنسي كان مديرا لأحد الفنادق بمراكش. المجموعة المالكة للفندق وكذلك الجمعيات المدنية التي تتابع المتهم اليوم بالمحكمة الابتدائية وخلال الجلسة السادسة طالب المحامون محامو الطرف المدني بإصدار مذكرة بحث دولية في حق المتهم الفار. روبورتاج متابع عزيز وعبد القرافي. أحداث الواقعة تعود إلى شتنبر من العام الماضي، صور خليعة وفيديوهات لاعتداءات جنسية على الأطفال يكتشف بالحاسوب المحمول لفرنسي كان يشتغل مديرا لأحد الفنادق الكبرى بمراكش. المجموعة المالكة للفندق قدمت شكاية للسلطات المعنية تتبرأ فيها من هذه الأفعال. الهاتف الخاص بالفندق، استخدام السيارة الخاصة بالفندق، استخدام منزل أو فيلا داخل المجموعة الفندقية، إذا استخدام مجموعة مستخدم موظفين خاصين بالفندق، استخدام مجموعة من الآليات ومجموعة من وسائل العمل الخاصين بالفندق، وهذا في تعتبر مرتبة ضرر أصاب الشركة التي أنوب عنها لشركة جيكا أوتيل، وهذه من الأسباب التي جعلتنا نقدموا شكاية. ملي كتكون قضية من هذا النوع لابد من سحب جواز السفر من المعني بالامر، خصوصا اذا كان اجنبيا، ولا بد من اغلاق الحدود، لان لا يمكن ان نترك المجال مفتوحا لمثل هذا النوع من المسيئين لسمعتنا ومن المتهمين، لانه هو بريء الى ثبوت ادانته، ولكن واخا بريء الى ثبوت ادانته لابد من اتخاذ جميع الاجراءات وجميع الاحتياطات باش يمكن البحث يمشي كيف خصو يمشي من الناحية القانونية.